تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من رصد خبري اللي بتجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى، عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها. اليوم حلقتنا من وحي يورو 2020 اللي يقام في عام 2021. بنوقف فيها مع شيء اكيد لاحظتوه مع كل بطوله دوليه، هو انه المنتخبات ما في على قمصانها اعلانات، رغم انه بطولاتها فعلا بتجمع مشاهدات من حول العالم، مئات الملايين بيشوفوا المباريات. يعني ممكن يكون في دخل كبير من فكرة وضع اعلانات على هذا القمصان. فشو الفكرة اللي منعت هذه الفكرة التجارية؟ وليش اهدار هاي الفرصة المالية الكبيرة؟ السبب الرئيسي الاول انه فيفا والاتحاد الاوروبي لكرة القدم لما لاحظوا تحول كرة القدم للصناعة ارادوا تمييز الكرة الدولية من جهة، وأرادوا حماية مصادر دخلهم من جهة أخرى، فقرروا وضع قانون يمنع وضع شعارات تجارية على القمصان في مبارياتهم الرسمية وبطولاتهم. حتى الشركة المصنعة على القمصان مثل نايكي، أديداس، أمبرو وغيرها إلها مساحة محددة ممنوع المبالغة فيها على القميص. الدافع الرئيسي من فيفا والاتحاد الأوروبي كان تجاري، فهم ما بدهم تعارض بين هاي القمصان والرعاة الرئيسيين. يعني مش منطق تكون في شركة طيران بتدفع مئات الملايين كل سنة لفيفا وفجأة بكأس العالم يكون نصف المنتخبات تتم رعايتهم من شركة طيران أخرى. وهناك شيء ثاني مهم، أن المنتخبات بتمثل الوطن والقميص بمثابة علم وطني، فوضع شعار تجاري على القميص مثل وضع شعار كوكاكولا على علم الدولة هذا بيخلق جدل كبير داخل الدولة. ليش هاي الشركة تحديدا مش هذه؟ والله هذه الشركة عندها هذه الأضرار أو عندها هذه الأخطاء، فبصير جدل الجميع بغنى عنه. فبالتالي التعامل مع المنتخب الوطني بتجارية مطلقة حيخليه يفقد روحه، حيخلي البطولات الدولية تفقد كثير من تميزها. على كل حال الاتحادات المحلية حاولت تلقى حل للاستفادة ماليا ولو قليل، فجاءت بفكرة أنه قمصان التدريب يمكن وضع معلنين عليها، فيتم وضع هذا القمصان بأشكال مختلفة في المتاجر للبيع أيضا، ووضع الإعلانات والمعلنين عليها أثناء التدريبات ومحاولة التقاط أكبر عدد من الصور لتعويض الراعي على رعاية هذا المنتخب. خطوة قامت فيها الاتحادات للحصول على جزء ولو قليل من الأموال الكبيرة المتوفرة في كرة القدم. عزيزي أنت شو رأيك؟ هل طبيعي المنتخبات يكون عليها راعي رسمي أم لازم يتجنبوا ذلك من أجل سمعة الدولة ويتجنبوا الفلوس اللي ممكن تيجي منها؟